ينضم معنا عبر الهاتف الفارس الدولي مشاريب الحربي، هو صاحب المركز الثاني في الدوري قفز الحواجز ب 120 نقطة. مشاري، نرحب فيك. يا هلا، حياك الله. مشاري، عشان نمسك بالخير ونتحدث عن الدوري قفز الحواجز وايضا على البطولات الدولية وايضا المحلية. يعني دائما انتم جدولكم او موسمكم دائما مزحوم، تحدثني عن الاجواء الموسم، يعني خاصه احنا انتصفنا الحين في نص الموسم بالبطوله، بانتهاء البطوله التاسعه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على كل حال. الموسم عندنا جدا ممتاز. الان تقريبا خلصنا 6 بطولات محليه. طبعا الشيء الجيد في الموسم انه دائما كل سنه تصير المنافسه اقوى من قبل، وهذا شيء ممتاز. والسبب يرجع لأنه عندنا موسم مميز، موسم طويل، مثل ما ذكرت فيه بطولات كثير مهمة، مثل بطولة كأس المؤسس، كأس رئيس الاتحاد، درع الاتحاد اللي راح يقام إن شاء الله الأسبوع القادم. أيضا بيكون عندنا إن شاء الله بطولات دولية في قطر والإمارات، واتمنى من الله التوفيق لجميع الفرسان ان شاء الله. طيب مشاري، لو نتحدث عن مشاركتك انت وايضا استعداداتك لهذا الموسم، يعني انتهت بطوله الشقب تقريبا قبل شهر وشوي، وايضا في بطوله ثانيه في قطر، يعني تعتبر هي من اكبر البطولات في المنطقه، وايضا بطوله دبي تعتبر او الشارقه، بطوله الشارقه ودبي تعتبر ايضا من البطولات الكبيره ضمن الدوري العربي. لو نتحدث كيف التوازن بين الدوري العربي، نقاط الدوري العربي وايضا الدوري السعودي، انت مشارك يعني في هذا الموسم بخيلين او انه خيل واحد انت قاعد تنقله بين البطولات؟ انا عندي 3 خيل جاهزه في الوقت الحالي. عندي زيدان ووايت نوز، هذه الخيل الاساسيه، وعندي الفرس فيرونا عمرها 6 سنوات، قاعد اجهزها ان شاء الله من خلال الموسم المحلي. عندي الفرس الأساسية اللي هي فيينا أونو، وعندها إصابة صار لها سنة تقريبا وأكثر، إن شاء الله ترجع عن قريب. في الوقت الحالي مثل ما ذكرت خيلي الأساسية اللي هي زيدان وايت نوز، شاركت فيهم بطولات الموسم المحلي، وأيضا شاركت فيهم في بطولات الشقب قبل شهر تقريبا. الحمد لله نتائجهم جدا ممتازة، وإن شاء الله أطمح أنه يحققون أفضل في درع الاتحاد والبطولتين القادمة في قطر إن شاء الله. يعني إن شاء الله راح تكون من المشاركين في بطولة قطر القادمة؟ بإذن الله. طيب بالنسبة للفرسان السعوديين، كيف حظوظ الفرسان السعوديين في البطولات الدولية مثل بطولة الشقب؟ كيف شايف أدائهم؟ مثل ما احنا متعودين عليهم في المواسم السابقة، أو أنه المستوى هذا الموسم أقل من المستوى أقل من المواسم اللي السابقة؟ بالنسبة لبطولة الشقب قبل شهر ما كان في كثير فرسان مشاركين، لكن الحمد لله في نتائج جدا طيبة. نتائج الفرسان السعودية الحمد لله تبشر بالخير. في عندنا عبد الله الشربتري، عبد الرحمن راجحي، خالد المبطي، بدأوا منافسات الدوري العربي من خلال بطولات المغرب، وماشيين بشكل ممتاز بتصنيف الدوري العربي، وإن شاء الله راح يكملون بطولات قطر والإمارات بإذن الله، أنه يكون على الأقل 2 منهم رايحين كأس العالم إن شاء الله بإذن الله. وإن شاء الله برضو نشوفك إن شاء الله أيضا في بطولات كأس العالم، خاصة كأس العالم تعتبر من أهم البطولات برعاية الفروسية أو بحقوق الفروسية السعودية. شكرا لك مشاري الحربي. العفو يا هلا، يعطيكم العافية.